تحية طيبة مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم، متابعي ومشاهدي قناة أيام الفضاية وبرنامج أيام الناس. مثل ما عودناكم كل حلقة ناخذكم بجولة من جولات أسواق بغداد بشكل عام، كرخ أو رصافة. احنا اليوم متواجدين بسوق 600 اللي بمنطقة حيور، راح نشوف الناس ونشوف الوضع هنا. نبديها ويا الأخ، السلام عليكم. السلام. انا احب العطور، حياك الله. دائما ابديها ويا ابو عطور. تأمر عمر، شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ شلون السوق؟ والله نعم الحمد لله، ماشي الاوضاع. سوق العطور والله هم نعم الحمد لله. اكو رغابة هاي العطور بعدها موجودين؟ طبعا طبعا، يعني حسب العطور المركزة، حسب الشخص. كل شخص له رغبته بالعطور، اكو عالم تحب العطور القوية وكو عالم تحب العطور الهادئة. حلو. حسب والعطور توفر بها عدة شركات. حلو. الايديا في الفرنسي، الاسانس، حسب نوع الشركة. هسه كم شركة عندنا بالعراق؟ يعني هو شركات بس يعني مو محليات. لا مو محليات، كلها اجنبيات. ايديا في الفرنسي، عندك الاسانس، عندك الانجليزي، حسب نوع الشركة يعني. اها. وكل من وكل عطور له. شنو الفرق؟ انا فرق موجودة يعني، اكو عطور مصنوع من مواد طبيعية. أي. اللي هي مثل الاسانس، مصنوع من مواد طبيعية. اسعارها تختلف؟ طبعا اسعارها كلش غالية، هي جوفدان. فحسب نوعية العطور. حسب نوعية العطور. نعم. وحسب نوعية الزبون. احنا خلينا نشوف ما طول هذا الزبون موجود. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. ترغب العطور المركزة؟ العطور المركزة دائما استخدمها. ليش؟ لانه فواحة اكثر يعني. يعني بها ميستين العطور المركزة. اولا رخيصة. ايه. مو بأسعار الماركات. صحيح. وثانيا لربما تضاهي الماركات يعني من ناحية الجودة. بالضبط. كثباتية. بالضبط، لان ستشتري منه ابو محل. ايه. يعني يقول لك هذا عطر اصلي، تخليه منه طار منه. طار منه. ايه. يعني كذب. يعني تقريبا زين. يقول لك ماركه وهذا. المهم وبيش والله يطلع يعني 25 دولار 30 دولار، بينما هنا 10000 15000 زين. اي بس عطر يعني فواح. طيب فواح وعلي الاحتمال. عليه الاحتمال. شنو السر بالموضوع؟ حسب نوع الشركه. نرجع نقول حسب نوع الشركه. نوع الشركه لو نوع الخلطه والكميه اللي تسويها. نوع الشركه حسب نوع الشركه. اكو شركات قلت لك مصنوع مواد طبيعي، هاي يكون ثباتيتها عاليه. نعم. ويجيك الزبون يعني حسب ذوق. اكو زبون يحب العطور الحمضيه اللي هي تحت في فصل الصيف اكثر شيء. اكو زبون يحب العطور الخشبيه. اكو زبون يحب العطور الورد. هي العطور تصنف عده انواع. زين، اريد اعرف العطر حاليا بالوقت الحالي مثل ما يقول ماشي سوقه. حاليا سويت الحلال. سويت اي يحتوي على نوتات هذا هيك يعني. جديد بالسوق؟ ايوه هسه الطشه مالته حلا يعني. اغلب العطور جاي تنزل عطوره حلا سويتيه. زين، ما اثرت عليكم هاي الشركات والماركات اللي بالموضات جاي نشوفها مثل دي بي والغيرها وال لا لا طبعا لا كل ما تبقى كل يعني على رغبه الزبون تبقى مثلا تبقى رغبه الزبون. وكعالم عشاق العطور المركز يعني ما يقدر يستخدم جاهز اصلا. تقدر تستخدم جاهز؟ جاهز لا والله ما استخدم. ابد؟ ابد. حتى اذا اصلي؟ حتى واذا جاك هديه؟ اذا جانا هديه بحثنا فرنسا ب 400 دولار بحثنا اخر استخدمه. بعد لا استخدمه طبعا شيء. اكيد. بس هو يعني صار لي سنين يعني على العطور. عميل قديم؟ والله عميل قديم. اي فاستخدم هذا الفندي واللاتينيوم. اه فندي بشت. فندي واحد شوي. اي جاي تخبط له؟ اخبط. زيناتن. اي زيناتن. شو هي المشكلة؟ تعرض لها؟ انه يجيبون عطور ويدمجوها. هسه الاخ نصحته انه زي العطور ما يصير تندمج. صحيح. يعني شركه تعبانه على عطور ومصنعته مصنوع من مواد تخبط. زين هسه مثل عندنا اللاغوست سبورت، عطر حمضي بحت مصنوع. صحيح. من مواد حمضيه. هذا عطر طبعا. احنا نجيبه ونخليه يا شيخ زايد اللي هو شوكليتي. لا ما يرهم. انت بطبيعه الحلال هاي شوكليتي. لا ما يرهم. اجيب لك اياها محامضه تقدر تاكلها؟ لا ما شلون يعني تلعب نفسك اذا اصلا. فنفس الحال العطر لازم انت من يعني كنك عطر. زين هاي منو بداها هاي موضوع الخبر؟ هاي احنا يعني هاي الخلطات طبعا. ماكو اجتهادات شخصيه؟ طبعا اجتهادات شخصيه وماكو خبره بالعمل وما يدرس هذا العطر. مثلا عندك هذا العطر بوكارد روج. من متكون هذا العطر؟ انا ادرس العطر قبل. صح. لا ادمجه ويا عطر ثاني. صح. ما ادمج عطر حلاوه ويا حمضي. هاي عود هيك حتى يصير عنده صيت واكو بيهم ناس ما يطول الاسماء. خلطه رقم واحد، خلطه رقم اثنين. اي طبعا. أوه. هذا يبقى سر مهنه لانه تمام ما يعتبر سر مهنه. انا اعطي العطور بجوتي يعني. هي شركه تعبانه على عطر اجي انا اتفيك فيه. مو صحيح يعني لا كوست سبورت تخبط ولا شيخ زايد ما ترام. لو سوفاج ثانيه الوحده تبيع. ايه. ثلاث قطع. شركه براند عالمي. احنا نجي ونخبطها ويا الجنسي ويا شيخ زايد ويا شوكليت. مو يصير هيك. هو عطر تاخذه يعني. هو هذا الخلاصه ما جاهز اصلا. هو جاي يعطيك العالم ليش تتجه المركز؟ لان ثبايته عاليه واحنا نركز وياه اكثر يعني. زين بما تركزوا هسه الناس على بالهم مي هذا. خلينا نشرح لهم. هذا عطر. هذا عطر. وهذا شنو هذا؟ كحول ومثبت. زين يعني كحول ومثبت؟ اي بالضبط. شنو فائدته؟ هسه انا اقول لك شنو فائدته. هسه عندنا هذا عطر جاهز. زين مو ايش تمام؟ هذا العطر الجاهز يحتوي على 10% عطر، 10 إلى 20% عطر، باقي المواد كحول. هاي شنو؟ هو هذا السر بعدم الثبات.
بس الشركات العالميه زين يعني انت هسه بالعاده ايش قد جاي تركز لو حسب نوعيه العطر اذا العطر احنا بالمركزيشن ملونه نعم. لان نسبه التركيز مالتنا تكون اعلى ستاي سويته هسه هاي بعد هاي براسه ايه هاي نص 50 ب50 نص 50 ب50 افضل بس مو صير دهن هيك يدمر الملابس لا لا هيك يحتوى على ثبات اكو يشتغلون 80% عطر انت والزبون يجيك يقول لك خليه بعد خليه بعد لا تخفف لي المي مو كثر تنفس وين المي بالموضوع احنا نحتوي على هذا كحول على مود يخفف العطر انت ما تقدر تخلي ماده زيتيه على ملابسك لا يمكن تدمر الكحول هم تخليه يشع بالضبط في مواد مشعه في مواد مثبته ايه. حسب نوعيه العطر تبقى يعني حسب نوعيه الكحول انت هسه بعد على هذا الحكي حتى لو اعطيك ابو 700 دولار ما تخلي لا بعد ما اخلي هو من زمان انا اي والله اتمنى لك التوفيق شلون السوق بالوقت الحالي والله نعم الحمد لله زين نعم خير يعني الايجار انتم ايجارات هنا انا اي طبعا ايجارات نفس الوضع والامانه ما جاي يتعرض لكم والله حاليا يعني السوق يعني الامانه راقده بس عندك هاي تفتيش الشوارع بدا بينا تصغير الجزرات هم وصلوا لكم يعني اي وصلونا وصلونا وجاي فشون الجزرات يردون يقصوها بس هواي توسيع الشوارع تقريبا اغلب البسطيات رجعت يعني انت شلون تقدر تفتح على طيانه ومشكله هي المشكله بانجاز العمل انت ما جاي يسوي انجاز العمل يعني فتره قصيره يعني يحفر ويعوف لك طيانه وانت جوك مطر مطره واحده يعني بعد شهر يعني ما حد يقدر يفتح فيه وشغله ثانيه يقول لك انا اخذ 4 امتار 5 امتار هذا الشيء مو صح انت ترجع هاي ترجع بها لازم وزاره التخطيط صح. اشوف الاهتزاز واسوي لهم مثلا على مستوى ثابت يعني انت مرتب تشوف مالته إيه؟ يعني يكون باقي الموجود إيه حجم متر 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 و30 حتى ما ماثر على الشارع متر ومتر و30 إيه؟ لا تخليني اسوي شاك نظامي صح. لا تخليني ترجع هذا اهم شيء هاي مشكله يعني ان شاء الله محلول شرفتونا اتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا يا عم شاهد الكرام متواصلين وياكم من سوق 600 خليكم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم ببرنامج ايام الناس ومثل ما عودناكم احنا كل منطقه ندخل لها لازم نشوف وضعها الاقتصادي ووضعها وضع العقاري وضع على اعتبار احنا اليوم السوق ما شاء الله بجميع المفاصل يوجد هناك ارتفاع بالاسعار خصوصا العقار انه ارتفاع مبالغ به فاحنا اليوم راح نلتقي بالدلال عجين الله يساعدك ابو هيثم شلونك زمل المي شلونك ابو هيثم؟ هلا مرحبا شلون اخبارك؟ الله يحفظك الله يسلمك احنا خلينا نسولف هسه منطقه ال 600 حي اور تفصيله البيوت مالتها السكنيه ايش قد المساحه مالتها؟ والله 600 600 متر أي. يعني هي المنطقه اسمها 600 600 على هذا الاسم سميت منطقه 600 اي هسه 600 زين قبل المتر مالها 1,300,000 هاي يا سنه اول العام هاي العام اي قبل اول العام ب 900 زين بال 2019 بيس كان المتر؟ 1,000,000 وما ادري ولا قبل ما تذكر يعني ارخص شيء قد وصلت 600؟ 1,300,000 1,300,000 هسه ارخص شيء كان هسه 1,600,000 نزال 30 1,600,000 نزال 30 زين والنزال 20 هذا الارتفاع المبالغ به انا اسميه مبالغ به لان ماكو هيك اسعار مو منطقيه يمكن احنا العقاري اغلى عقار بالعالم على مستوى العالم والله. ليش ارتفع هذا العقار وليش ارتفعت هاي الاسعار هاي الدرجه هسه احنا قاعدين ماكو شغل الله يسلمك واقف السوق قاعدين وحلوين اي أيوة والله شو نسوي ماكو شغل يعني واقف السوق زين السوق واقف هاي عود واقف السوق وهيك الاسعار اي من يتحرك السوق بيش يصير اي واقف هسه ماكو لا بيع ولا شيء اذا هسه مو يفترض ينزل العقاري ها مو يفترض تنزل الاسعار والله ما ادري هاي اي مال هسه انت كوجهه نظرك يفترض تنزل الاسعار لو تبقى هيك لا تصعد بيها وما جاي تصعد؟ اي شنو اللي خلاها تصعد؟ العالم السكنيه كثرت سكنيه كثرت الاعداد السكنيه؟ اي سكنيه كثرت يعني واحد عنده 6 وليد لازم يراد كل واحد بيت هاي بالجديد صارت؟ اي هسه كل واحد بيت؟ اي كل واحد بيت ما تقعد قبل 15 نفر ببيت قاعدين يعني طبيعي الوضع حياه سعيده هسه العالم خير من الله يعني ما والله يستطور مو ما ادري شلون يعني ما نقدر نقول عليه حلو لان الاسميه بيش مثلا هسه مطورت هسه اخوان اثنين ما يقعدون سوا انك من بيته ليش ايش صار ما تقعد جهال وهو سي واحد ياخذ راحته بس هذا اراد يشتري بيت بيش يعني مو منطقي هسه 100 بيش عندك ايش عندك عروض هسه 100 ب 300 100 جديده نزال 30 120 ب 300 ب 300,000,000 اي ب 300 زين هسه هذا ما يقعد ويا اخوه والله قاعد ويا جيران ولا اشتري بيت ب 320 ايش يسوي يعني شلون يضل بدون بيت زين وجهه نظرك شلون ممكن هذا الموضوع
شويه الدوله الجهات المعنيه تحد من يمه تخفض الاسعار. والله خير من الله. نعم شلون تحد منه؟ شلون تقلل تسيطر على الاسعار؟ لان اسعار مبالغ بها، احتمال السنه الجايه اليوم بمليون و600 ممكن السنه الجايه بثلاث المتر. اي بس زين يعني نعمه يعني زين اسعارها زين الناس تشتري. ناس تشتري. اي خير من الله اتفقس. هسه تسوقك زين ماشي؟ ماشي. ما واقف. ما واقف. هاي المصارف والقروض اثرت شوي على الاستثمار. لا القروض زينه، لا يحطون قروض يمشي السوق. هم صارت عندك هيك هاي البيع وشراء؟ اي لا يحطون قروض. على المصرف العقاري؟ اي. صارت عندك هاي صارت صارت بس. شنو بالله شلون اول يعني؟ تطي تخليه يفتح لك بيان يعطونك يعطونه سلفه وتاخذ فلوس. بس بيفتح بيان. اي بس. بعدين ما حوله باسمه. لا ما حوله باسمه. شو وقت يحوله باسمك؟ احوله باسمه لما اخذ فلوس يلا حوله باسمه. من تعطيك الفلوس؟ اي بس ايش قد ينطون هنا؟ الدوله لا تعطي قروض، لا تعطي قروض السوق يصير محترم يعني تصفي. على اي مصرف سحب صارت عندك؟ والله يمكن على العقاري؟ على العقاري. ايش قد انطر؟ انطر 150 على اساس. 150 بس ما حد ماخذ هسه. يعني ما بس حكي هذا؟ بس حكي. هسه لا يطون يعني العراق يصير بخير. ايش قد قصدها تقريبا حج؟ يمكن 400 بالشهر. بالشهر؟ اي. على مدار كم سنة؟ ما ادري. 20 سنة؟ ما ادري. 25 هيك؟ اي تقريبا. ويبقى البيت مرهون؟ مرهون. مرهون للدولة. هم اللي يعطون هيك العقاري. العالم كل من ياخذ بيت والله يمكنه وترتاح العوائل زين بس لا ماكو مين يجي وهاي ظل ايجار خلي روح اي ايجار غالي لذلك احنا اليوم ترى موضوع العشوائيات ما اجى عن فراغ اي صحيح صح لو مو صحيح يعني واحد اللي يشتري بيت يجي ينصدم بالاسعار اي بس لا الدوله تعطيه وهو مجبور ومن راتبه اي والمواعد راتب المواعد راتب بالضيم بالضيم مو اي بالضيم هذا وين يروح هذا يروح الله يروح بالعشوائيات بالعشوائيات مو؟ ايه؟ ويروح مقتنع يعني اي صحيح ما بيد حيله قاعد عماله ماكو وضال يعني شغل بس البناء مرتفع سعره؟ لا والله ذاك هو مقاولات ما تلزمون؟ ما نلزم ما تلزمون المقاولات ماكو شغل مال البناء ماكو شغل بس انتم تلزمون بالعاده اي نلزم بس لو الدوله مثلا تعطي مثلا مشاريع هاي نشتغل انا اشتغل مقاول هسه اشتغل دلال ما عندي بيش اشتغل كنت مقاول؟ اي وش وقت حولت على الدلال؟ والله صار له خمس سنوات خمس سنوات ليش؟ ماكو شغل بالمقاول اي وبالدلالي بالدلالي عايش عيشه يعني شنو ربحكم هسه اللي باوع هم يقول شنو ربحكم بس عيشه انت لازم تبيع هي عيشه وجاي تبيع اكو حركه تبيع وشراء اكو حركه لا يطول عقاري اكو حركه اذا يطول مصرف اي اكو حركة. العقار اكو حركه اكو حركه في حال ما انطى المصرف عزلون لا والله قاعدين لا قومي هيك بطاله شاي مي هاي حبيبي خلص هيك اي والله شكرا جزيلا حبيبي الله يسلمك نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم واحنا بالتالي هذا الموضوع يعني جدا مهم موضوع ارتفاع الاسعار للدور السكنيه اليوم هذا السعر سعر دار سكني يعني مو موقع تجاري الله اعلم الدار التجاري او الموقع التجاري بيش يكون سعره اضعاف ومضاعف فبالتالي انه اليوم المواطن اذا اراد يبحث عن الاستقرار يريد يشتري له بيت يكون اسره صعب عليه يعني 100 ب 320 مليون رقم مو منطقي ارقام خياليه وعجيبه غريبه وكانه من تشوف الاسعار تحس العراقيين كلهم ما شاء الله ولد ال زايد وفايخين وفلوسهم وخيرهم ما لاقي له شغل بالعماله والراتب 500000 و600000 فنتمنى انه الجهات المعنيه الجهات المسؤوله على هذا الموضوع شويه تنتبه لهذا الموضوع لانه كثرة العشوائيات ومناطق بغداد والأماكن حتى الزراعية الأماكن الفارغة اليوم بدأت الناس تشغلها على اعتبار مضطرة ما باليد حيلة والحكومة عاجزة عن بناء وحدات سكنية عن توزيع قطع أراضي فبالتالي إذا بقى الحال على ما هو عليه بالفترة الحالية في الفترة المقبلة ما أعتقد تبشر بخير متواصلين وياكم خليكم شاهد الكرام متواصلين وياكم من منطقة 600 وسوق 600 وخلنا نشوف ابو سجاد هنا ابو سجاد الله يساعدك حياك الله حياك شباب الحمد لله شكرا زين حبيبي قلبي يا ورد بعدك شباب ولك شباب بعد لا شباب تسريع والله هذا ما شباب هو لا فيك الخير والبركه حياك الله شلون وضعك؟ والله وضعك ترى ان احنا نعم صحي مادي يلا خلينا نبدا بالصحي ماكو مشكله الصحه تعبان يمشي صحتك شلون؟ تعبان الصحه خير يا ستار اي والله جلطات هذا تراكمات الدنيا هذا واحد بالعراق ما بيسكر لا 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 سكر هسه جاني بس لا بس جلطه هسه جتني وسكر هسه جاني ليش بس العراقيين بس تراكمات الدنيا عمي اه والله ليش تتعب؟ اي ليش ما تخاف اكبر ويصير لا 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 ولا تزوج
لا متزوج. متزوجين. والله يعني الزواج هذا ايش؟ لا صدق. مسؤولية والله. بطل. يعني جعفر بصورنا خاطب. جعفر شوي حاول يتدنى خاطب. معود 50. شلون السوق؟ والله السوق هسه شوية بدأ يتحرك موضوع يعني المدارس ما مدارس. ايه العام الدراسي. بس شغلات الأبيض شغلات الجواري البيض يمشن. بس حسد. البقية لا. ها. والله الوضع السوق. شارع 600 ما كان بهذا. زخم كان. كان زخم مو صح؟ ايه. إيجاراتك. هسه الإيجار مليون. مال محل. المحل. محل مليون الى 900 البسطيات اكو بيه اكو ناس اسان هذا الولد مخليني ايش قال اكو البسطيات هنا الاقلام 300 ب 400 الف ايجارها اي شهرين اي شهرين هو بسطية 400 الف بيوم الهواء والمطر لو عاصف ما يفتح هذا يضيع من عنده هو عايز. لازم يوميا في 10 15 الف مطلع مال الايجار زين ايجار البسطية مو ايجار بيته او نعم. او معيشته إيه؟ زين ايش صار لك بهاي المهنه ابو سجل صار لي 12 سنه بالضبط وين كنت اني كنت موظف بالبلدية عقد ولي هسه وبعد عقد 315 اي والله كم سنه صار لك عقد؟ صار لي 16 سنه عقد؟ اي والله شو وقت تثبت؟ ما يوميا قرار 315 اللي هسه على اساس قرروا اي ورجعوا هسه قالوا لا عن التمويل الذاتي وصاحب شهاده؟ اي خريج؟ ثالث وعندي شهاده مو من انا يعني ما اعترفوا بها الناس منين خارجية؟ من برا من برا؟ اي يجيبوا لي التصديق منين اجيب تصديق؟ ليش تجيب لهم تصديق؟ لا ما اجيب من السفارة مو بس؟ عرفتها اه لا والله وانت حتى اذا جبتها ما راح تبقى عقد يعني ما باقي نفس الشيء وهسه راح العقد بعد ما انت احسن شيء تبقى عقد هذا كم احسن مو؟ هي تبقى ورا الدولة ما في شيء لا الدولة ما في والله العظيم تبقى هاي خريجين والكفاءات اي والله كلهم خارج البلد هسه اقول لك علي ابو الفضة ايه يعني الرجل خريج وذاك اللي مصفى خريج اعلام ايه بس بسطية بسطيات ومحلات ايش يسوي يبيع عطور ويبيع هذا لو محل اللي عده والله الله مكنه هي صار واقع حال هذا بالعراق واقع حالي بالعراق يعني لازم نتعلم على هذا الموضوع الوضع الامني تعبان الوضع الامني الامني هو كل شيء مرتبط بالوضع الامني ايه ايه شلون؟ احيانا اللي يجون يعزوا لك انت الساعه بالتسعه ويبدا شغلك من 8 ايه مثل للعشرة او للدعش إيه؟ هم يعزلوك مثل بثمانية ونص الشرطة بثمانية الشرطة الاتحادية إيه؟ اي جهة ليش يعزلوك؟ اي يعزلوك مثل مال كورونا اخذناش قد احنا راحت والناس كلها هذا واحنا بقينا زي ليش يعزلوك؟ بثمانية اي تعزلون شنو السبب؟ الوضع الصحي وضع صحي؟ اي كورونا؟ اي بتعب كورونا اي هسه بالجديد اكو شيء؟ هسه ماكو هسه اللي معادي قبل مولده اول مولده يقول لك انا الساعة بالعشرة بالدعش اطفي هاي شنو؟ زين تروح تشتري مولد؟ هو بالدعش وين اكو واحد هنا؟ اي مو؟ بس هسه غير؟ اي لا عمي كانت سبيه الوحده برمضان احنا انبات سابقا اي يا سنه تقريبا بدرجه لا يعني قبل كورونا بالضبط قبل كورونا اي قبل كورونا ممكن هاي المولات تاثرت؟ لا المول ما ياثرت لا اللي يجيب اكو مولات يجيب مارك لا شنو اللي اثر على السوق؟ شنو اللي اثر على سوقكم؟ الرواتب هل الرواتب ايش فيهم هالرواتب؟ اي الرواتب عمي رواتب انت شغلك بالعكس انت بالراتب المفروض يحرك سوقك منين يشتغل عندك من ال 20 ل 30 بس هاي 10 ايام؟ ال 10 ايام وراها لا تقدر تشتغل انت لازم وراها تعزل وراها شنو هو؟ تجي بعدين وراها ايه الاوت بيشن اللي يجيك من برا يعني مو المعميل ماكو ابد 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 بس معاميلك بس معاميلك هاي اذا اجى واحد جديد هسه يفتح شلون ما عنده معاميل من هو اللي يجي؟ إيه؟ لا اول هسه حتى المحلات اول إيه؟ شهرين ثلاثه مطيه طرح يعني 3 ملايين بس تعرف هسه يعني بهذا الوقت حتى الشمس لازم هسه الناس المفروض روشه الفرح مع الوالدين اي بس هدوء هسه شنو مأثر عليك؟ اليوم اول يوم ثاني يوم امتحانات السادس امتحانات السادس تاثر عليك تاثر عليك ايام الامتحانات تاثر ايام الكورونا تاثر زين بعد شنو تاثر؟ الوضع الامني تاثر سعر الدولار تاثر هذا الدولار احنا بعد لا صح بعد ما تعودنا عليه لا ذيك الخير بس الدولار بعد ما نحكي عليه صار طبيعي يعني هذا شوف شو تقلمتوا على السوق؟ اي تقلمتوا على الوضع؟ اي 2 ونص كانت اي هسه انت من تجيني انت متعود على هاي تلبسها ماركه ايه؟ اللي هي الان 3 ونص هسه من هناك 36 12 وحده يعني تطلع لها بثلاثه ليش ابيعها؟ اي لازم يعني 3 ونص والله هي المفروض اكثر من 3 ونص بس يعني نقول 3 ونص بس على السوق غير انت بعد 3 ونص يقول لك لا انا ما اخذها من عندك ب 2000 مو هاي سابقا غير الدولار شلون هيك؟ ماكو ما يعرف دولار الناس ما تعذر مو؟ يعني هو بقى الراتب نفسه مالته صعد الدولار صحيح يعني صار ب 150 اصلا الرواتب قلت انا والله شافك راتبي ايش قد؟
زين راتبك 300 367 قطعنا 3000 زين ابو سجاد امانه الله شلون والله تقسم هذا تقسمها ربك هسه لا هذا هسه اللي جاي يشاهدون اللي جار 700 انا جار 700 نحشنا والناس المسؤولين اللي جاي يباوعون خلي يشوفون وضع الشارع يعني اليوم اجارك 300 اجاري اجاره 700 عفوا راتبك 367 واجارك 700 انت خساره بالشهر اي والله والله العظيم لا بس انا هذا شلون والله سولف شلون هذا اللي طلع لي الشمبر ها اي والله واولادك الله يخليهم طلاب عندي ابني ثاني كليه الله يخليه زين علوم حاسبات يشتغل معتمد على نفسه خطي يشتغل كوف شوب زين يجيني بثلاثة بالأربعة وغيره ويطلع لي الكلية ما عندي عندي كيان صغير الله يخليهم هاي مدارس اي مدارس الملابس والملابس صدري عام 45,000 شنو صدريتين 90,000 للبنات وانت الممنون ايه لا غصب عليك مو صحيح ايه اسوي ما بدي لازم انت والناس تباوع والله موظف ايه موظف لا وعندك شغلتين بس هو مو على اساس يصير هذا القرار قرار تحسين الرواتب ايه؟ كلها يصير 500,000 الرواتب على اساس كلها 500,000 وش قال؟ اي 500 على اساس اقل راتب اقل راتب يعني حتى الحرفي اللي هو عنده شهاده ابتدائيه نعم 500 500 وهي 500 قليله بس تحصيل حاصل اهون من 300 راح نقل بس ماكو مو؟ اي والحق هذا رجال خريج شوف هسه هذا وراك تربيه رياضيه جعفر 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 شلونه؟ تعال نبض شوي زين جعفر يستحي يستحي هذا شوف ذول اكاديميين ما يحشون يعني انت اكاديمي وخريج غير المفروض تطلع تعبر عن رايك مو ليش اقول لك هو هسه خريج وهذا متوظف هذا عنده نائب يعني شادي يشخطي زين او يبقى هذا الوضع هذا الولد خريج يبقى شالات هذا الولد اي بس ما يقدر كلهم خريجين هنا اي والله هذا عمار المزين المدرسه والمدرسه لا عمار واحد المن يدرس على شنو يدرس والله قبل لا كانت لا واحد ما تسوى بعد هسه غير يعني بالوقت الحالي وجامعات اهليه ومدارس اهليه تصرف دم حياتك عندي عائله هنا انا مطلع 98 اقدر اسوي واسطه قبل شنو هو محط طبي محط طبي يعني كفو بعد ايش قد؟ 98 محط طبي ايش قد يفترض؟ لا اقل المفروض اقل اقل مو؟ اي والمعدلات هوايه عم كثره اي يعني ذيك السنتين اللي لازم فوق طب 100 طب هسه انا اخوه على ابو شو يعني طلع كله ميات كله ميات وش قد المعدل مال؟ فوق؟ ايه؟ ايه؟ طبيه طلعت له؟ ايه طبيه طبيه ايه؟ وحكومه ايه زين انا اسال على هذا اللي يروح جامعه اهليه ايه وتروح وبالقصد الثانوي يعني اقل شيء 5% انا ابي اقول لك عليه سجاد 3 4 مثلا سجاد عندي 2800 هذا يتخرج وينصدم يعني يتخرج وما في تعيين ايه؟ شلون راح يتقبل الواقع؟ هذا هسه هذا خريج جامعة الإسراء يمكن ايه دا يبيع بناطير الو يبيع بناطير ايه ومسكين والله ايش يسوي؟ الله يكون متزوج وعنده أطفال اثنين هذا إلى الله هو كل الشعب العراقي إلى الله هسه لو اكو مثل لجوء لو بوزنبيق ما يصلحوا لي أروح أنا هسه لو اكو لجوء تروح؟ اي والله تروح؟ وين تروح؟ ايش قد عمرك؟ ايش قد عمرك انت؟ 16 16 راح اوصل ل 16 بين عنده شوارب شوي يا صف انت راح شلون؟ شنو طموحك؟ خلنا نسمع والله طموحي اني اصير ضابط ضابط؟ بالشرطه ايه قد لي احتراج لها معدل بالوقت الحالي بالضبط؟ والله يقولون 80 يعني الراد الهم من واسطه زين ليش ضابط ليش تروح؟ مو قصه ان انا مزيجي انا عاجبني يعني انا عاجبك ضابط؟ ايه ليش مثلا اكو واحد بالعائله ضابط يعني صاير قدوه لك؟ مو ضابط انا يعني احب الضباط لان يوقفون للشعب والله بلكي الله بيك البركة توقف لنا توقف لهاي العالم هاي اذا ما وقف الرعب بلكي اذا على هذا الوعي هيك يعني توقفوا للشعب انت شلون توقف للشعب؟ اوقف لهم يعني طب توقف لهم سيطرة مو توقف لهم لا لا اذا صار حالة فساد او واحد سرق من فقير او اذا قتل واحد شي اكيد انا اتدخل لان انا ضابط عافية شي اكيد هو هذا واجب الشرطة اسمك كريم حسن حسن اخذ لك تحية لا لا المستقبل موفق حبيبي شكرا جزيلا عمو ان شاء الله التوفيق تسلم واحنا دايت وعي بلكي الله ان شاء الله اي والله هذا خاف يكبر اول واحد يوقفني بالسيطره لا خاف يكبر وما يصير ضابط وبعدين خاف يوصل المعدل وما يروح ضابط شو يصير في هذا والله صحيح خلي يتقبل الواقع ان شاء الله ان شاء الله حبيبي شكرا جزيلا نعم مشاهدي الكرام تواصلنا وياكم من سوق 600 ومثل ما شفتوا يعني معاناه ما بعدها معاناه يعيشها الفرد العراقي سواء كبير في السن او صغير في السن على اعتبار اليوم
خصوصا موضوع التعيينات وحصص التعيينات. اغلب الطلبه اليوم اللي جاي يتخرجون من جامعات اهليه وحكوميه جاي يصرفون مبالغ خياليه، وبالتالي يتخرجون ماكو تعيين وحالهم هنا يعني يكون بالسوق فتح له بسطيه ويسترزق. وهاي السنوات الدراسيه اللي درسها صير فعل ماضي، وحتى بهاي الفتره بعد ما يتخرج ويشتغل 4 سنوات 5 بعيد عن اختصاصه، فبالتالي راح ينسى اختصاصه وينسى دراسته وينسى السنوات اللي فينا عمره بيها في سبيل يدرس حتى يحصل وظيفه وما يحصل وظيفه. على امل بلكي الله ان شاء الله ينحل الوضع. متواصلين وياكم، خليكم. الله يسالك عجين اغاتي، الله يحفظك، الله يسلمك، شخبارك؟ الحمد لله. يقولون الفضه نازل سوقها هاي الفتره. لا والله، لا والله بالعكس، الفضه سوقها مستقر وكمان والحمد لله. ليش الغرام هسه؟ الغرام يا صديقي اكو هذا التركي ب 2000، اكو شغلات تايلنديه ب3، اكو شغلات ايطاليه غرامها ب4، اكو فضه عراقيه، اكو صياغه عراقيه. صياغه لا قصدي على نوعيتها، صناعتها اي صناعة عراقية طبعا. شنو العراقيات اللي موجودة عندنا؟ الموجود بس الصياغة، بس حجر عراقي ما عندنا محدودات، حجر در النجف عراقي زين، عباس اباد عراقي يعني محدودة، مو ذيك الكمية من الاحجار، كلها يجي لو من اليمن لو من ايران لو من المانيا لو من تركيا. هاي نوعية الاحجار الموجودة، منها عقيق، منها لازوردي لابسة حضرتك، حلو، منها اسال لازوردي لابسة؟ اي نعم. والله ما اعرف هذه، ما ليش عود هذا يعني يفيد للصحه، يسموه حجر الملوك. هذا اقول هالايام اي ملك جاهز مع جعفر ملك هالايام زين. واي انواع زي السوق شلون بهاي الفتره؟ والله السوق ضحل مع الاسف. ليش؟ ايجارات غاليه، ضريبه، كلها واقعه براس ابو المحل، ضريبه محل وضريبه مهنه وضريبه اعلان، الايجارات مرتفعه جدا، يعني ابو المحل بين قوسين الخاسر الوحيد بهاي الشغله. خاسر الوحيد طبعا. عزدوا بعد من الفتره؟ والله هي اكو مشروع نعزل. لا يلا، لان اذا ظلت الامور بهالطريقه نعزل. يعني ماكو حل مثلا؟ ماكو فعاليه انتم تسوون اصحاب المحلات اصحاب يعني المنطقه شنسو؟ يعني مثلا فشي تجذبون بيه الناس على اعتبار يعني هذا رزقكم لازم تداروا. شوف، من كورونا لليوم السوق في تناقص، يعني الحاله الاقتصاديه تعبت والايجارات يوميه تغلى. شنو هالمعادله؟ شلون جاي يسوونها بهالطريقه؟ زين ابو المحل انت مؤجر لو مشتري؟ انا مؤجر. مؤجر ابو المحل ما يشوف الوضع حتى يغلي الاسعار؟ ليش مثلا؟ والله ما يشوف. لا جديات؟ اي والله ما يشوف. يعني اقدر اقول عليه انه هذا استغلال؟ والله لو واقع حال صار يعني هو واقع. اي واقع، يعني كل من يريد مصلحته بين قوسين هاي هيك. ايوه زين، والحل؟ ماكو حلول الا ان نعتزل ونسد المحل، هذا الحل الاخير. هذا اخر حل؟ اي يعني شلون واحد يروح بمكانه او يرجع؟ زين هذا السوق بشكل عام لو بس انتم الفضه؟ لا والله كل السوق، هو كله يشكو من غلاء الايجارات، صعود الايجارات. مو هنا يفترض عامة. يفترض مو هنا المفروض الجهات الرقابيه الامانه البلديه تراقب هذا الموضوع؟ لا ما اعتقد اكو سلطه. لا يفترض مو اي، بس ماكو سلطه تجبر انه انت تحدد الايجارات او بس يعني. تجارك بيش هذا المحل؟ والله هذا المحل 800,000 هل تشوفه بالشهر؟ بالشهر من غير الكهرباء؟ من غير السحب والكهرباء الوطني مليون يعني، والمي الوطني وهاي اللي يطلع عن يمين يسار. اي يعني مبالغ بيه جدا، وخصوصا الشارع. الشارع ما شاء الله انت يعني شارع مزدحم جدا. شارع لازم تلتزم هاي السبحه هي شوفها كبرها ايه. وتسبح وتستغفر لحد ما الله يفرجها. هو بطرق الاستغفار. ماكو حل؟ مو؟ اي طبعا. هاي لا الحمد لله. اي والله هي هاي معاناه، بس واحد جاي يقول يكابر يراوح بيها بالضبط. واحسن ما قاعد بالبيت. هو بالضبط انه انت هذا يسموه اسوأ الحلول. اسوأ الحلول بالضبط. اضعف الايمان. اضعف الايمان، يعني هواي مسميات له.
لان الشغله من تصير ضعيفه يصير مسمياتها هواي أسوأ الحلول واضعف الايمان واخر المطاف. زين انطينا حل هسه ربما الناس جاي تشاهد المتابعين لو عندي حل. لا مثلا هسه انت عايش الواقع اي طبعا وعايش المراره والله الحلو يعني لازم خرجت مثلا مش كم حل حل منطقي مثلا والله هو الحل يعني لازم يتعاون اصحاب العقارات واصحاب المحلات يتعاونوا اي يعني واحد يباوع على الاخ حتى تمشي هي دعوه لاصحاب العقارات اي طبعا طبعا الجهات المعنيه حتى تبادر بهذا الموضوع اي والله ايوه لان متاذين من عنده بشكل فيعني شوف الله يكون بعونك الله شكرا يسمع. جزيلا الله يحفظك نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم لكن هذا الموضوع ايضا في غايه الاهميه من كورونا لغايه الان احنا اللي نعرفه الدولار صعد والبضاعه صعدت والسوق راكد بس ما اعرف هذا الجشع او الاستغلال من قبل اصحاب العمارات واصحاب المحلات انت اليوم مثل نشوف الوضع مثل ما تشوفه يعني الناس عن لسان حالهم وعن واقع الشارع مثل ما تشوفه وتجي وتفرض اضافات زايده بالايجارات وغيرها فارقام مو منطقيه والناس هي لا حول ولا قوه يعني حتى اللي يجي هنا يضرب روحه خاسر بس يقول اداور فلوسي اطلع شويه احسن ما باقي قاعد فهي رساله عسى ولعل تصل الى الناس المعنيين الى امانه بغداد الى بلديه بغداد على اعتبار اليوم الموضوع ماكو مفصل من مفاصل الحياه بالشعب العراقي سواء التجاريه الزراعيه مستقر لا مستحيل عدا الفساد وعدا الخربطه بس ذنب استقرارات بالوضع الحالي لكن كحلول جذريه كحلول رقعيه ما يخالف خلينا نجي عليها ماكو لغايه الان فنتمنى الحلول باقرب وقت متواصلين وياكم خليكم مشاهدي الكرام وصلنا معكم لختام حلقتنا ومثل ما شفتوا يعني اليوم وضع السوق بشكل عام ركود رغم انه الموسم الدراسي على ابواب انطلاقه هاي الايام المقبله ونفس الوضع كل يعاني من السوق وهذا الموضوع ايضا انعكس على نفسيه المواطن لدرجه انه اغلب الناس اللي موجودين هنا حتى نفسيتهم من تحجيهم ما لهم قلق ما لهم واس لانه خدمات رواتب وغيرها من هذه الأمور اللي مأثرة بشكل كبير على نفسية المواطن. ختاماً تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل إلى اللقاء.